لا يزال الإقبال على المشاريع الاستثمارية الفلاحية محتشما على مستوى ولاية سوقهراس، مما دفع بالسلطات المحلية التركيز على هذه المشاريع وإعطائها الأولوية الكاملة، خاصة وأن المنطقة تزخر بمقومات فلاحية تؤهلها أن تصبح قطب فلاحي بامتياز في المستقبل. طبعا هنا ولاية سوقهراس كما هو معروف هي ولاية فلاحية بامتياز، عندنا حوالي 253 ألف هكتار من أراضي صالحة للزراعة، فيها قطع أرضية اللي بقات ما توزعتش، أعطينا الأولوية باه يكون تشجيع للمنتجين والفلاحين باه المنتوج تاعهم ويوسعوا فيه ويكون موجود هنا في أي مكان. هذه كلها تسهيلات تمشي في هذا الإطار، باه نقول الاستثمار الزراعي أو الاستثمار في المجال الصناعي راح يكون مكمل لبعضه، باه يكون إن شاء الله تشجيع للفلاح وتشجيع للإنتاج الوطني إن شاء الله. ومن أجل بلوغ مستويات عليا في هذا المجال قدمت لطالبي هذه المشاريع جميع التسهيلات، ومن جهة أخرى فقد دعا بعض المستثمرين الشباب استغلال الفرصة والولوج إلى هذا المجال، مع المطالبة بتقديم التسهيلات من الإدارة المعنية وأيضا تكثيف المراقبة التقنية لمثل هذه المشاريع. هو قدمنا التسهيلات اللازمه، هو الفلاحين وهو المنتجين، وقلنا المرافقه التقنيه من مؤسسات ومن هيئات تاع الدوله. ثاني حاجه بالنسبه للكهرباء او بالنسبه للتراخيص تاع الفراج كما نقول تاع الابار العميقه حتى تسهل في عمليه السقي، هذو من الاشياء الاوليه اللي نقدر ندعم فيها. احنا نتمنوا انه كل الشباب يديروا هذا الاستثمار، ونتمنوا ثاني تكون تسهيلات من الإدارة، وعندنا نقص كبير من الجانب السويفي تكنيك. وتبقى الفلاحة البديل الاقتصادي في ظل هذه الظروف، ولا بد من إعطاء أهمية كبرى لهذا المجال، وبالتالي فتح شهية الشباب للولوج في هذا النوع من الاستثمار.